انه تكون الوركين متبعثه. اذا استمر مع ماده دخنيه يستخدمها الجسم في تنظيم حاجه اسمها مقدمات للسرعه تكون تطوري او شيء هذا يجب ان مع سعيد حنتوش. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا مستمعي إذاعة ألف ألف في بداية هذا الأسبوع، مما يعني أنه عندنا حلقات جديدة من برنامجكم الطبي اليومي اللي يجيكم من الأحد لين يوم الخميس من الساعة 1 لين الساعة 2، فحياكم ومرحبا فيكم في حلقات جديدة من هذا البرنامج. حلقتنا لليوم الأحد إن شاء الله حنتحدث فيها عن أمراض الشرايين وعوامل خطورتها مع سعادة الدكتور عاطف الزهراني، استشاري أمراض القلب للكبار وتصوير القلب النووي والرنيني والمقطعي. نرحب بداية بالدكتور عاطف، حياك الله دكتور، أنا سعيد جدا بتواجدك معنا. حياك الله أخوي سعيد، وأنا سعيد كذلك بالاستضافة الكريمة. يا مرحبا فيك دكتور عاطف، وزي ما ذكرنا مستمعين الكرام اليوم حديثنا عن أمراض الشرايين وعوامل خطورتها، وراح نتيح لكم أكيد طرح الأسئلة والاستفسارات عن موضوعنا اليوم من خلال أرقام التواصل التالية: الهاتف المباشر 011-21-78585، الرقم الثاني 012-61-61-100. الرسائل النصية STC 85-10-40 زين 70-13-13 موبايلي 66-3-1. أو كمان تقدر تطرح سؤالك واستفسارك عن طريق وسائل التواصل الاجتماعية في تويتر وإنستغرام حساب الإذاعة، اكتب في التغريدة أو سوي منشن واطرح سؤالك، حنقرأ على الدكتور بإذن الله سبحانه وتعالى. يا لسهلا فيك دكتور عاطف. بداية دكتور نبغى نعرف إيش هي الشرايين عشان نبدأ نبحر فيها، فنبغى نتعرف دكتور ما هي الشرايين؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الشرايين هي الأوعية الدموية التي تستقبل أو تنقل الدم من القلب إلى بقية أعضاء الجسم. طبعا تركيزنا حيكون على ما تفضلت الشرايين، وبالخص شرايين القلب، لأنه ما يؤثر على شرايين القلب هو ينعكس كذلك على بقية شرايين الجسم. تفضل. نعم دكتور، أعتقد كمان أنه موضوع شرايين القلب هي أخطر، يعني الأمراض اللي ممكن تصيبها هي أخطر شيء يعني في القلب، فيعني حنركز الحديث على شرايين القلب كونها يعني أخطر الأمور والناس اللي ما بتعطي لها اهتمام، خاصة في بعض الأمور اللي بيسووها وللأسف بتؤدي إلى أمراض تتعلق بشرايين القلب. فاليوم دكتور قبل ما نتحدث عن شرايين القلب نبغى نتعرف بصفة عامة عن أبرز وأشهر الأمراض الخاصة بالشرايين. بالنسبة لأمراض القلب وشرايين القلب، أكثر شيء نواجهه ونشوفه في مرضانا اللي هو مرض تصلب الشرايين وما يتبعه. بالنسبة لمرض تصلب الشرايين عندنا في المجتمع يعتبر شائع، وكذلك على مستوى العالم. طبعا أكبر سبب للوفية على مستوى العالم هي أمراض القلب، ونحن كذلك تقريبا أكثر شيء نشاهده وبيؤدي إلى الوفاة هي أمراض شرايين القلب ومضاعفاتها. طبعا مرض شرايين القلب يعتبر في بداياته لا يكون لديه، ما يكون معه أي أعراض مصاحبة، لأنه تصلب الشرايين والترسبات الدهنية في شرايين القلب عملية بطيئة تمر على سنوات، وغالبا تصيب في الأعمار بالنسبة لنا في مجتمعنا المتوسطة والكبيرة، لكن في دول أمريكا الشمالية والدول الأوروبية عادة تصيب الناس في أعمار فوق 65 و70. احنا بالنسبة في مجتمعنا أمراض شرايين القلب تقريبا تحدث بمعدل 10 سنوات أقل من الإحصائيات العالمية، وهذه كانت دراسة عملها أحد زملائنا الكرام في مركز القلب عندنا في جدة في مستشفى الحرس الوطني دكتور سعد البقمي، فكان فارق العمر ما بين المرضى الذين يأتون بجلطات حادة للقلب
في مركزنا 10 سنوات أصغر مقارنة بما ما كنا نشاهده أثناء التدريب في كندا بحوالي 10 سنوات. فإحنا بالنسبة لنا طبعا عندنا عوامل خطورة انعكست على أمراض الشرايين لدينا. ومن أخطرها صراحة في مجتمعنا التدخين ومرض السكري والسمنة وما يتبع السمنة من قلة الحركة وعدم مزاولة الرياضة. جميل. يعني دكتور هذه فعلا يعني شيء مؤذي ومؤلم، خاصة انه بتشوف يعني مجتمعنا اصغر زي ما ذكرت دكتور مقارنة بالشعوب الاخرى الاوروبية وفي امريكا ايضا، انه اعمارهم بتصيبهم هذه الامراض الخاصة بشرايين القلب باعمار كبيرة جدا. هذا يدل زي ما قلت يا دكتور عن موضوع الثلاث الاشياء اللي ذكرتها، التدخين والسكري والسمنة، وللاسف كلها يعني تحدثنا عن السكري مثلا في حلقات سابقة في برنامج ضبابة. فعلا يعني النسبة المئوية اللي بتحدد إصابة السكري عندنا في السعودية تعتبر من أعلى الدول عالميا إصابة الأشخاص بالسكري. السمنة برضو من ضمن أكبر الأشياء، كمان من أكبر النسب الموجودة عالميا. يعني إحنا عندنا إحصائية عدد مرضى السكر في عام 2017 تقريبا 3,800,000 أو أكثر. فهذه إحصائية 2017. مشكلة مرض السكر لدينا كذلك في قلة وعي من ناحية التشخيص المبكر. هذه واحدة من الأمور اللي صراحة يعني يجيك المريض السكر ومستوى السكر عنده يجينا على الطوارئ، سكره 300 400 أو في غيبوبة سكر وهو ما عنده أي تشخيص مسبق بالسكر. يعني نحتاج في المجتمع برضو التوعية من ناحية الفحص الدوري. يعني زي ما الواحد بيفحص مثلا أشياء اللي تهمه مثلا السيارة أو شيء، برضو أهم شيء نفسه يفحص نفسه كل سنة، يمر يعمل تحاليل يعمل فحوصات لا تضره شيئا. إن كان في شيء فيبدأ التوعية ويبدأ يتعلم عن مرضه، يبدأ يتعلم عن كيف الوقاية، إيش الأسباب، كيف يعمل التحكم في مرضه. لكن عندما يأتينا بمضاعفات لمرض لم يبحث عنه سابقا فهذه مشكلة. هذا بالنسبة للسكر. طبعا كذلك قد تكلمت في حلقات سابقة. الإشكالية الثانية واللي بصراحة يعني يكثر النقاش فيها على مستوى الجروبات وعلى مستوى الاجتماعات وحتى كذلك احنا كلقاءاتنا الطبية، التدخين. ايوه التدخين آفة، وآفة سيئة جدا. واغلب يعني تقريبا 70% من مرضانا الشباب اللي اعمارهم تحت 45 سنة يأتون لقسم الطوارئ بجلطات حادة، وأغلب العوامل الخطورة التي لديهم التدخين. فالتدخين مهما كان كميته، سواء يأخذ باكت في اليوم، باكتين في اليوم، أو حتى 3 سجائر. يعني في دراسات أثبت أن حتى 3 سجائر في اليوم ممكن تعمل تسارع في تصلب الشرايين. حبيت أذكر نقطة بسيطة اللي هو قبل ما أدخل يعني الآن في تفاصيل. بالنسبة لتصلب الشرايين هو يحدث بشكل تدريجي، فيوصل لمرحلة أن يكون في تضييف في الشرايين إذا ما كان في عوامل خطورة أخرى. يعني إذا حدث شيء عادة يحدث ما بعد سن 70 الشخص الذي ليس لديه عوامل خطورة أو منتظم. لكن متى تتسرع نسبة تصلب الشرايين وترسب الدهون في شرايين القلب أو شرايين الجسم الأخرى؟ تزيد بتعرض الإنسان للسموم الموجودة، النيكوتين الموجود في التدخين. هذا يسرع من تصلب الشرايين وترسب الدهون في جدار الأوعية الدموية، مما يؤدي في النهاية إلى تضيقها وحدوث لا قدر الله جلطات، سواء جلطات في القلب، جلطات في الدماغ، أو جلطات في الأطراف. التدخين أحد العوامل. العامل الآخر اللي هو السكر وعدم الانتظام في مستوى السكر. السمنة، وهذه واحدة من الأمور. التاريخ العائلي في يعني لو كان في العائلة أحد مصاب بجلطات وهو صغير، وفي العائلة أكثر من شخص عندهم هذه الجلطات، يحتاج فحص للعائلة في الناس الذين لديهم تاريخ عائلي حتى يبادر لفحص السبب وعلاجه. من ضمنها الأسباب أحيانا تكون في العائلة اللي هو زيادة في نسبة الكوليسترول في الدم،
وهذه أحيانا تحدث في نوعين، في نوع النادر جدا والذي يصيب جلطات في عمر ال 18 والعشرين وأقل من 20 سنة بس هذا نادر جدا، لكن هناك نوع آخر الذي يصيب تقريبا شخص في 500 إلى 600 شخص، وهذول يجون تقريبا بجلطات في القلب أو أي عضو آخر في سن مبكرة تحت سن 30 إلى 35 سنة. فهذول طبعا شريحة لابد من فحص يعني أو في البداية أنه نجدهم حتى نحميهم بإذن الله تعالى من حدوث التسارع تصلب الشرايين. الأمر الآخر غير التاريخ العائلي الضغط، ارتفاع ضغط الدم وهو أحد الأسباب الرئيسية كذلك في تصلب الشرايين، لكنه قليل في صغار السن. نعم. لكن صغار السن أو الشباب الأعمار تحت 45 أكبر آفة تصيبهم التدخين والسمنة. جميل. طيب أستاذنك دكتور عاطف، حنطلع الآن فاصل قصير وحنرجع إن شاء الله نكمل، فخلوكم معنا برضو مستمعين الكرام في عنوان حلقتنا اليوم أمراض شرايين القلب وعوامل خطورة. فاصل قصير ونرجع نكمل. يا هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام في برنامجكم الطبي طبابة. ضيفنا اليوم الدكتور عاطف الزهراني، استشاري أمراض القلب للكبار وتصوير القلب النووي والرنيني والمقطعي، وزي ما قلنا لكم حديثنا عن أمراض الشرايين أو شرايين القلب وعوامل خطورتها. حدثنا عن أشياء كثيرة قبل الفاصل، عرفنا الشرايين وذكرنا بعض أشهر أمراض الشرايين والمسببات الخاصة بأمراض شرايين القلب. ركزنا على نقطة وهي التدخين والسمنة. معلش أنا عندي نقطة بتحدث فيها عن موضوع التدخين. يا جماعة دائما أنا أكرر في البرنامج أنه التدخين يعني مشكلة كبيرة جدا، ليست فقط على القلب ولا على شيء محدد أو الحنجرة مثلا، على كل أعضاء جسمك فيها مشاكل كبيرة جدا. يعني هذه من ضمن الأشياء، أرجوكم يا جماعة اللي قادر أنه يترك التدخين، مو اللي قادر يعني لازم تقدر أنه أنت تترك التدخين يعني. وفي من ضمن الأشياء المساعدة على ترك التدخين، وزارة الصحة عندها برامج رائعة جدا في مساعدتك على ترك التدخين باستخدام وسائل معينة يعني تسهل لك موضوع الأمور الخاصة بالإدمان هذه، أنه تمنعها يعني خلاص باستخدام جهاز معين تمنع موضوع أنه والله أنا مدمن على التدخين، فتسهل لك عملية الابتعاد عن الدخان بسهولة بإذن الله. نعم دكتور، الآن نبغى نتحدث عن كيفية تشخيص أمراض شرايين القلب. بالنسبة للتشخيص أمراض شرايين القلب تمر بحسب حالة المريض. طبعا بعض المرضى ممكن يأتون إلى الطوارئ بآلام في الصدر مع تعرق مع كتمة. فأول تشخيص لما أول طريقة في معاينة مثل هذه الحالات عمل التخطيط، اللي هو تخطيط القلب ورسم الكهربائي للقلب. في بعض العلامات التي تكون واضحة في رسم تخطيط القلب إذا كانت موجودة تدل على أن المريض في جلطة قلبية حادة، وهذه التشخيص يكون من التاريخ المرضي والتخطيط مع بالإضافة إلى تحليل إنزيمات القلب. فمثل هذه الحالات لما تجينا في مركز القلب نبلغ استشاري القلب والقسطرة المناوب حتى يحضر للمستشفى في غضون أقل من 90 دقيقة حتى يأخذ المريض إلى المختبر للقسطرة ويعمل قسطرة تشخيصية علاجية في نفس الوقت. هذه بالنسبة للحالات اللي تأتي عن طريق الطوارئ. نعم. طب في حال دكتور يعني في حال أنه الشخص نفسه يعني ترك الموضوع هذا ما اهتم فيه، هل من الممكن أن يكون في مضاعفات تؤثر على هذا الإنسان المصاب بشرايين القلب؟ أحسنت. طبعا أغلب المرضى يأتون بأعراض كلاسيكية اللي هو ألم الصدر مع التعرق والكتمة، لكن بعض المرضى ممكن يكون درجة الألم خفيفة ويكون معها بعض الكتمة وبعضهم لا يعير اهتمام.
للأعراض هذه، فتكمن المشكلة هنا. وأغلب الناس اللي يكون عندهم الأعراض الكلاسيكية قليلة أو يعني ما تكون شديدة في المرضى اللي عندهم السكر، كبار السن والنساء، هذول الثلاثة أنواع من المرضى الذين يأتون بأعراض غير كلاسيكي، خلينا نقول في الوصف. فمثل هؤلاء المرضى طبعا لما يجيني في الطوارئ طبعا يكون عندي على قولتهم البار حق السسبشن، لازم انزله شويه حتى يعني حتى استبعد مرض الجلطات القلب. لكن بالنسبه لو اهمل المريض، لو اهمل المريض هذه الاعراض ولم ياتي للطوارئ ومثلا أخذ مسكنات أو أخذ أي شيء آخر حتى يخف الأعراض، ممكن يدخل بعد كذا في مضاعفات ما بعد الجلطة. يعني ممكن تكون الجلطة حدثت وتمكنت من القلب وأثرت على العضلة، فيدخل ما بعد ذلك في موت الجزء من العضلة الذي يغذي هذا الشريان الذي حدث فيه الجلطة. طبعا بعد كذا يصير النسيج يعني متليف، يدخل في تليف المنطقة المتأثرة، ضعف في عضلة القلب. طبعا يعتمد على أي شريان برضو تأثر، يعني مثلا الشريان الأمامي هذا يعطي أغلب وظائف الضخ حق القلب. يعني لو حدث جلطة في مثل هذا الشريان تنزل وظيفة كفاءة القلب في الضخ من 55% وعلى إلى أقل من 35%. وهؤلاء الناس وهؤلاء المرضى يكونوا عرضة فيما بعد للوفاة المفاجئة، للخفقانات، لفشل عضلات القلب وتكرار الزيارة المستشفى بسبب احتباس الماء في الجسم وفي الرئتين. فطبعا التوعية مهمة لأي مريض يكون عنده آلام في الصدر الكلاسيكية، يحس المريض بثقل في الصدر مع كتمة في النسم مع تعرق شديد، بعض الحين يكون مصحوب بغثيان. مثل هذه الأعراض احنا بالنسبة نعتبر ريد فلاكس لما تحدث، انه هذا المريض غالبا انه مريض جلطة، فلا بد ان نستبعد الجلطات الحادة عن طريق التخطيط، عن طريق انزيمات القلب، وعالجه حسب نوعية الجلطة التي تحدث في التخطيط. اذا كانت من الجلطات الحادة الطارئة جدا في تلك الحالة لابد من تحويل المريض إلى القسطرة التشخيصية وما بعد ذلك العلاجية في نفس الوقت. جميل. طيب أذكر المستمعين الكرام بأرقام التواصل للمشاركة معنا وطرح أسئلتهم عن طريق الهواتف المباشرة، الأول 011-21-78-585، الرقم الثاني 012-61-61-100. الرسائل النصية STC 8-15-40، زين 70-13-13، موبايلي 66-3-1. وتقدر تشاركنا كمان من حسابات الإذاعة في تويتر وإنستغرام. طيب خلينا نبسط الفكرة دكتور للمستمعين ونقول، هل من الممكن أنه أمراض شرايين القلب تؤدي إلى الوفاة؟ نعم، يعني نسبة الوفيات بالنسبة للجلطات الحادة، هناك نسبة المرضى ما يعني يصلون إلى المستشفى وهم دخلوا في مرحلة وفاة. طبعا السبب برضو تكون جلطة حادة ودخلت المريض في مرحلة هبوط مفاجئ في الدورة الدموية، أو خفقان من النوع الذي يؤثر كذلك على الدورة الدموية. وهنا يكمن عندنا مشكلة ثانية عندنا في المجتمع، اللي هي أهمية دور انعاش القلب الرئوي. تفضل. نعم، بس اللي كنت بسأله دكتور، يعني هل موضوع الأمراض شرايين القلب تعتبر منتشرة وشائعة في مجتمعنا؟ يعني ما نحب نخوف المجتمع، لكنه فعلا المرض يعتبر شائع جدا. أمراض شرايين القلب يعني لو تنظر حتى في محيط أقاربك، نعم. يعني تجد أكثر من شخص يا يعني أنه ربي كتب له الحياة بعد جلطة، أو أنه تشخص بقصور في شرايين القلب قبل مرحلة الجلطة. صحيح. وعمل عملية أو عمل دعامات.
فأمراض شرايين القلب يعني تعتبر منتشرة بشكل كبير في المجتمع. طبعا أنا ذكرت واحدة من الأمور طريقة التشخيص بالنسبة للحالات التي تأتي عن طريق الطوارئ. هل في حالات تجي عن طريق العيادات؟ نعم، في حالات تأتي عن طريق العيادات، وهذه الحالات تكون حالات نعتبرها باردة إلى حد ما. يكون المريض يشتكي من آلام كلاسيكية مع المجهود، يعني مثلا يصعد درجة دورين ثلاثة يبدأ يشعر بآلم في الصدر، إذا جلس يذهب الألم، أو إذا شال شيء ثقيل يبدأ يحس بالألم، إذا نزل الشيء ثقيل يروح الألم. فهو ألم يكون مع المجهود، ألم يكون مصحوب بالمجهود ويخف مع الراحة. نعم. فمثل هؤلاء المرضى لما يأتيني في العيادة أنظر إلى عوامل الخطورة حقته، هل لديه العوامل الخطورة بشكل عام؟ إذا كان عوامل الخطورة موجودة والرجل مثلا لو نقول مثلا فوق 55-60 سنة، في هذه الحالة عندك أكثر من خيار للتشخيص. ممكن تعمل قسطرة تشخيصية إذا كان عالي الخطورة، إذا كان متوسط الخطورة ممكن تعمل أشعة مقطعية لشرايين القلب أو أشعة نووية لشرايين القلب أو أشعة تلفزيونية مع المجهود، بحيث تبين إذا كان في ضعف في عضلة القلب ما بين التصوير وهو مرتاح وما بين التصوير مع المجهود. إذا بانت أحد إذا كان أحد التصويرات هذه بين بعض الآثار من تصارب شرايين مثلا في الأشعة المقطعية أو نقص تروية في الأشعة النووية أو ضعف في العضلة في الأشعة التلفزيونية، ننتقل للمرحلة اللي بعدها اللي هو القسطرة التشخيصية والعلاجية. جميل. قبل ما طبعا نتحدث عن موضوع العلاج إن شاء الله وكيفية الوقاية، نبغى بس ناخذ هذا الاتصال ونطلع فاصل. مين معانا الآن؟ طيب تقدروا ترجع تتصلوا علينا عن طريق أرقام التواصل الهاتف المباشر الأول 011-21-78-585، الرقم الثاني 011-26-61-100، الرسائل النصية STC 85-10-40 زين 70-13-13 موبايلي 66-3-1. حنكون إن شاء الله مواصلين معاكم مع سعادة الدكتور عاطف الزهراني، بس نطلع هذا الفاصل قصير ونرجع نكمل، فخلوكم معنا على السمع. مواصلين معكم مستمعي الكرام برنامج طبابة، ناخذ الآن أول اتصالات الحلقة هذه. معنا أم نادية، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بصراحة والله أشكر الدكتور، يعني معلومات طبية وثقافية الله يطول عمره، لكن هو جريء يعني مرة، يعني إحنا نخاف يعني بعض الناس يخافون، لكن الدكتور ما شاء الله يوضح لنا ما في خوف يعني في الإنسان، هذا ثقافة أكيد. الله يعطيها العافية. بس بسأل الدكتور يعني ما هي علاقة الشرقة بأمراض القلب؟ ثاني شيء هل فترة الدم يضعف القلب؟ جزاكم الله خير. الله يعطيك العافية من هاتية. دكتور تفضل، يعني هي طرحت سؤالين، تفضل. بالنسبة للشرقة ليس لها علاقة مباشرة في القلب، وما لها هذه وظيفة أخرى، فما هي من أعراض القلب؟ بالنسبة للأنيميا سؤال مرة ممتاز. الأنيميا لما ينزل مستوى الدم إلى مستويات قليلة يكون فيها إجهاد على العضلة مع الوقت المزمن، يعني لو شخص عنده فقر الدم إلى أقل من 7 فاعتبر فقر دم شديد. القلب وظيفته أن يوصل الدم إلى جميع الأعضاء ويكون الدم أكسج، فوظيفة الدم أنه يكون محمول ومشبع بالأكسجين، فلما يكون نسبة الدم قليلة الاحتياج حق الجسم ثابت، لكن عشان يتعوض هذا الشيء ماذا يعمل القلب؟ يضاعف من جهده، بدل ما ينبض مثلا 60-70 نبضة في الدقيقة ينبض فوق 100 أو 120 وبشكل مستمر، وهذا بحد ذاته يوصل مرحلة أنه يضعف من عضلة القلب. علاج الأنيميا وبحث أسبابها وعلاجها مهم جدا لمرضى القلب. جميل. طيب من ضمن الأسئلة الدكتور، هل شرايين القلب لها علاقة يعني مباشرة بالجلطات، يعني تسبب جلطات؟
معلش ما واضح السؤال، قصدك امراض الشرايين المناعيه مثلا؟ نعم، يعني هل من الممكن انه تسبب جلطات في حال انه الانسان ما اهتم فيها ما عالجها؟ اي نعم، تصلب الشرايين اذا ما اهتم لها الشخص بالوقايه، الوقايه في اشياء يعني دوائيه وفي اشياء غير دوائيه. نعم. طبعا يعتمد على مرحله الشخص، هل هي وقايه اوليه، يعني شخص لم تاتيه جلطات سابقا لكن عنده بعض عوامل الخطورة مثل السمنة، هذه شائعة في أغلب المجتمع، التدخين، السكر، ارتفاع الضغط، هذه العوامل بشكل عام، وجود أكثر من عامل تضاعف المشكلة كذلك. فلما يكون الشخص عنده عامل واحد أو عدة عوامل لابد من ضبطها و يعني محاربة هذه العوامل الخطورة حتى يعيش الشخص بشرايين سليمة قدر الإمكان. يعني بالنسبة للسمنة مثلا، أحاول أنزل من معدل كثافة الجسم اللي هو إلى المعدل الطبيعي اللي هو أقل من 25، ما بين 18.5 تقريبا إلى أقل من 25، فهذا معدل كثافة الجسم الطبيعي. وجدوا أنه كل ما زاد معدل كثافة الجسم خاصة ما بعد 30 و35، اللي بعد 30 حيكون ندخل زيادة يكون في السمنة، في تعريف السمنة بعد 30، فهذه يعتبر واحدة من عوامل الخطورة، وهذه بيد كل إنسان إذا كان عنده الوزن الزايد أنه يحاربه بالرياضة، بالحمية، ممكن يستشير الناس المتخصصين في إنقاص الوزن. فالوزن يعني عامله بيد الناس، أحيانا يكون فيه صعوبة لكن مع المحاولات بإذن الله تعالى أن الإنسان يجيب الهدف في إنقاص الوزن، وهذا يرفع من لياقته كذلك. لو جينا عند بالنسبة للتدخين، هذا لابد من مكافحته، هذا سم وشبه انتحار، أن الإنسان يدفع المال في مضرته وليس في منفعته. يعني قلعة التدخين، وزارة الصحة مشكورة، قامت بعدة طرق لمحاربة التدخين ومساعدة الناس على التخلي عن التدخين، من ضمنها يعني عندهم الرقم 937 من يتصل عليهم يوجهونه لعيادات لقلعة التدخين. نجي بالنسبة للسكر، ضبط السكر، طبعا السكر يمكن تركته فيه أشياء كثيرة، والسكر هذا مشكلة كبيرة ليس فقط على القلب لكن على أعضاء الجسم عامة، على الكلى، على الشبكية، على الأعصاب، على القلب، على الأطراف. فضبط السكر ومحافظة الإنسان المصاب بالسكر على معدلات قريبة من 7% بالنسبة للسكر التراكمي، هذا هدف مهم لتحقيقه لسلامة الشرايين الكبيرة والأوعية الدموية الصغيرة. الأمر الآخر الضغط، الضغط لابد من الضغط يعتبر هو القاتل الصامت للأسف، لا يأتي بأعراض، ممكن يكون العرض الأول هو العرض الذي يأتي به الشخص للطوارئ، سواء كان جلطة قلبية أو جلطة دماغية أو ضعف العضلة، لأنه ارتفاع ضغط الدم بأرقام كبيرة يجهد العضلة ويدخل الإنسان في احتباس للسوائل في الرئتين وفي الجسم بشكل عام. نعم. فضبط الضغط بمعدل أنه لا يزيد عن 130، القراءة الانقباضية أو القراءة العليا لا تزيد عن 130. جميل جميل جدا. طيب، على ذكر وزارة الصحة، في مدينة جدة لكل الأشخاص اللي موجودين في مدينة جدة تقدر تروح على الواجهة البحرية في جدة في الممشى الجديد، طبعا موجود في مختصين من وزارة الصحة يعطونك معلومات صحية عن ما عن يعني مختلف التخصصات، تقدر يعني تروح هناك وتستفيد منها، تمشي يعني تحرك جسمك كذا شوية، ومنها كمان تأخذ معلومات ثقافية صحية من قبل هؤلاء الأشخاص الموجودين الله يعطيهم العافية، اللي بذلوا جهدهم ووقتهم عشان يفيدوا المجتمع ويعطونهم معلومات قيمة. فشكرا جزيلا لوزارة الصحة ولكل الأشخاص اللي متواجدين. جميل. النقطة الثانية اللي أبغى أتكلم عنها، يعني في كثير من الأشخاص مثلا شفناهم مؤخرا يعني بيزعل ويقول لك ليش يعني بنشوف الدخان يعني سعره مثلا ارتفع، الصور اللي كذا خلينا نقول تعبر عن بعض الأمراض اللي تصيبك من تدخينك للدخان، يعني بيزعلوا، لكن والله العظيم إنه إحنا نزعل أكثر لما نشوف أشخاص
للأسف مرضوا بسبب التدخين. لما نشوف أشخاص يعني فقد جزء من جسمه بسبب التدخين، نزعل لما نشوف في تغيرات قاعد تحصل فيك بسبب هذا التدخين وهذا الآفة. فلا تلومنا يعني أنه إحنا بننصح بنحاول نوجه، يعني مهمتك أنت أنه أنت تبادر بأنه تبتعد عن هذا الشيء، وهو ترى مش شيء صعب. لازم تعرف أنه هذا الشيء عبارة عن إرادة بداخلك، إذا أنت تبغى حتشوف جميع الأشخاص حيساعدونك. طبعا الأشخاص الطيبين انتبه من أصعب السؤال، لأن هم اللي بيقول لك يا عمي دخن وما يهمك، لكن هذا أكيد شيء سيء. إذا تبغى دخن تبطل دخان تقدر، وزارة الصحة مشكورة سهلت لك الأمور كلها، وحتى الأشخاص اللي خايفين مثلا من موضوع أنه يبغونها سرية مثلا فتقدر، يعني وزارة الصحة برضو تقدر تسوي لك هذا الموضوع بشكل سري بدون ما يكون أحد من والديك أو من أقاربك يعرف، وببساطة إن شاء الله تكون من الأشخاص اللي يبتعدون عن هذه الآفة. طيب الآن دكتورنا بنتحدث عن كيفية علاج أمراض شرايين القلب. طبعا بالنسبة لعلاج أمراض شرايين القلب كذلك في أشياء تبدأ بالوقاية قبل ما نبدأ في علاج مريض أصيب بجلطة القلب. فبالنسبة للجزء الوقائي الدوائي أهم شيء عندنا اللي هو ضبط الكوليسترول، لأن الكوليسترول كل ما زاد في الدم كل ما زاد وسرع من ترصب وتصلب الشرايين، اللي هو حيكون ترصبات دهنية على جدار الشريان. كل ما كان مستوى الكوليسترول عالي كل ما زاد نسبة الترصب هذا، وكل ما أدى إلى تضيق شديد في الشريان. طبعا حتى نكبح من جماح تصلب الشرايين هذا والتضيق لابد من ضبط معدلات الكوليسترول. وفي أكثر من دراسة أجريت على مستوى دراسات يعني في مجلات محكمة ودراسات محكمة وليست واحد واثنين بل أكثر من 10 دراسات في هذا المجال أثبتت أنه أدوية الخافضة لمستوى الكوليسترول الضار اللي هو LDL يؤدي إلى الوقاية بنسبة كبيرة من حدوث جلطات القلب. طبعا مستوى الكوليسترول الضار في أغلب المرضى الذي لديهم خطورة عالية لابد أن يكون أقل من 1.8 أو بالقراءة الأخرى بحسب المختبرات 70، فلابد من ضبط مستوى الكوليسترول الضار إلى أقل من هذين المستويين 70 أو 1.8 حسب أي مختبر بيعمل لك الفحص هذا. هذا بالنسبة طبعا كان فيه قبل سنوات ثورة على موضوع الأسبرين في الوقاية، الآن الأسبرين لا عاد يؤدي أي دور في الوقاية. الدراسات الأخيرة والقوانين الطبية المطروحة في كلية القلب الأمريكية الآن شالوا الأسبرين من فكرة الوقاية لأنه شافوا يحدث منه ضرر حوالي نسبة 2.5% نسبة نزيف سنوية من هذا العلاج، فالآن شافوا أن الفائدة التي يأتي بها الأسبرين تلغيها مضاره. الآن الوقاية أكثر شيء على مستوى بالنسبة للأدوية، الأدوية المخفضة للكوليسترول الكوليسترول الضار خاصة تقريبا هذا أهم شيء، بالإضافة لأدوية الضغط في وقاية الضغط وتكلمنا عنها سابقا. جميل. طيب حنتكلم عن العلاج أخيرا في حال أنه الشخص طبعا أصيب أصيب بجلطة، لكن قبل كذا بنطلع فاصل، وقبل الفاصل كمان أتيح لكم الفرصة الأخيرة للمشاركة معنا. الرسالة النصية CC 85-1040 زين 70-13-13 موبايلي 66-3-1 أو عن طريق الهواتف المباشرة 011-21-7-8-5-8-5 الرقم الثاني 011-26-1-1-0-0. نطلع هذا الفاصل ونرجع نكمل. مرحبا فيكم مستمعينا الكرام من جديد. ناخذ معنا الان عبد الله، تفضل اخوي عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اقول لك معي الدكتور؟ اي تفضل الدكتور يسمعك. اقول لك يا دكتور حبيبي انا جاتني جلطه قبل كذا وشخصوها في المستشفى انه بريد، حاجه اسمها بريد ما اعرف ايش هي. معلش سؤال، يعيد السؤال، قبل كم جلطه اخوي عبد الله؟
ايوه جاتني سابق جلطه وشخصوها انها بريدج. ايوه بريدج. الجلطه كانت نفس الشريان اللي قالوا فيه بريدج ولا في شريان اخر؟ ايوه في نفس الشريان اللي قالوا فيه له بريدج، وبعدين سوالي قسطرة تشخيصية وخرجني على علاجات فترة مؤقتة، وبعدين قال لي خلاص. بس أنا ما زلت أعاني من نفس يعني في آلام في إجهاد، ما أقدر أتكلم، يعني ما أقدر أوصل الكلام، أحس إني مكتوم. أخي عبد الله، المكان اللي فيه البرج عملوا فيه دعامة ولا كان فقط قسطرة تشخيصية وقتها؟ لا بس تشخيصية، وقال لي يعني الحمد لله إن فكوها. طبعا أنا أول ما دخلت أعطوني علاجات وأعطوني إبر وقبل ما سووا. طيب هل كان في ضعف في العضلة، عضلة القلب، بعد ما سووا القسطرة أو في أثناء التنويم؟ في ضعف، في ضعف، قال لي 20% تقريبا، يقول لي 20 إلى 25%. هل كان قبل الجلطة هذه اللي تحدث، هل كان اشتباه جلطة أو كان مثلا شيء له علاقة بالسترس؟ يعني هل كان عندك مثلا أزمة معينة أو مشكلة معينة قبل حدوث الأعراض هذه؟ فجأة جاني أعراض، اليدين كلها جاء فيها ألم. حاولت أني أصبر يعني ساعة ساعتين ثلاثة، ما قدرت، الألم كل ما له يزيد. على طول توجهت على المستشفى. أول ما دخلت طبعا سووا لي تخطيط، ما بام في التخطيط، سووا لي تحليل على طول. من بعد التحليل قلب عالي شوي. لكن هل كان عندك مشكلة معينة قبل حدوث الأعراض كلها؟ يعني هل لا قدر الله كان عندك فقدان أحد، صديق عزيز، كنت حزين، كنت غضبان، فهمت قصدي؟ أيوه بالعكس أبدا، ما كان في أي حاجة، مبسوط عادي، ما كان عندك أي شيء قبلها؟ لا الحمد لله ما كان في أي شيء. فجأة كذا. أنت عندك السكر والضغط أخي عبد الله؟ لا، بعدها صار السكر يرتفع وينخفض لوحده، أحيانا يرتفع أحيانا ينخفض، يعني ما هو منتظم. أيوه نعم. طيب هو واضح صار أخي عبد الله، لكن يعني بالنسبة للشرايين البرج أحيانا هي بتعمل آلام في الصدر، لكن الشيء المميز في شرايين البرج أنه نسبة تصلب الشرايين فيها نادرة جدا، أن يكون فيه تصلب شرايين أو جلطة. في حالة معينة يكون البرج إذا كان عميق ممكن يكون فيها بعض الإشكال بالنسبة للآلام، لكن نادرا أنه يكون فيه جلطة. نفس الشرايين اللي فيها بريدجينج أو مجسر، يكون الشريان المقصود فيه يكون داخل عضلة القلب، يعني غايص في عضلة القلب. الطبيعي أنه شرايين القلب تكون ملامسة للجزء الخارجي لعضلة القلب، ما تكون عميقة، لكن الشرايين السطحية موجودة إلى حد 20% من الناس. شرايين البريدج هذه موجودة إلى حد 20% من الناس، وهذا شيء طبيعي. لكن الاحتمال يكون عندنا حاجتين، احتمال يكون جلطة حدثت في الشريان وفتحت، يعني في نسبة من الناس يكون يفتح الشريان بشكل طبيعي بعد الأدوية المسيلة، أو أنه كان في تشنج في الشريان. إذا عملوا قسطرة وما بقى معهم شيء، احتمال يكون الشريان في تقلص وتشنج، وهذا برضو يعطي علامات وأعراض شبيهة بالجلطة. اللي يفضل أخوي عبد الله أنه يعمل بعض الفحوصات لشرايين القلب، مثل أشعة الرنين للقلب، حتى يتأكد هل فيه التهاب في العضلة أو هل فعلا كانت جلطة وعدت وتركت أثر على العضلة. فيفضل أنه يعمل مثل أشعة الرنين للقلب حتى يتبين التأثر حق الأنسجة. جميل. طيب عندنا كمان من ضمن الأسئلة اللي وردتني عن طريق تويتر، دكتور يسأل الأخ الكريم يقول مشكلة من شهرين شبه دائمة حول حلمة الصدر، أحس يعني الآلام على العضلة والقفص الصدري، عمري 49، أمارس المشي وأدخن أحيانا. طيب هو بالنسبة لعوامل الخطورة عندها، العمر 49 مع التدخين، إذا كان أعراض اللي يشعر فيها آلام في منتصف الصدر وضغط على الصدر، فهذه أفضل أنه يعني يراجع طبيب قلب لعمل بعض الفحوصات. لكن إذا كان الألم حول الحلمة وآلام في نفس الأضلاع، هذه غالبا إذا كان الألم ممكن تخفيفه مثلا بمساج أو إثارته بمساج على الصدر، معناته هذا الألم ليس له أي علاقة بالقلب. لكن لو كان الألم يزيد مع المجهود وينخفض مع الراحة، فالأفضل أن يستشير طبيب قلب لعمل الفحوصات.
جميل. طيب كمان من ضمن الأسئلة الأخ الكريم يسأل: الله يعطيكم العافية، أحس بثقل على صدري وصعوبة في التنفس وعندي تعرق مفرط وعملت تخطيط وقال سليم ما فيك شيء علما أني مدخن. هل ذكر عمره؟ لا ما ذكر. لا لم يذكر عمره. إذا كان طبعا جلطة القلب لما تحدث آلام وتعرق مع كتمة، غالبا الأعراض هذه حتكون بعد كده إيش توصل مرحلة صعبة، يعني مستحيل حيقعد في البيت، أكيد أنه راح مستشفى. لكن خلينا نقول أنه إذا كانت الآلام كذلك لها علاقة بالمجهود وتخف مع الراحة، يفضل أنه يستشير طبيب ممكن يعمل له اختبار جهد على السير بالتخطيط، فيكون وقتها الدكتور عمل له تخطيط ومرتاح، عمل له تخطيط أثناء المجهود على السير حيبان معه الفرق، أو ممكن يعمل أشعة مقطعية لشرايين القلب حتى تبين هل في هناك أي تصلب في الشرايين أو ترسبات دهنية أو تضيقات في الشرايين أو لا. طيب هذا كمان شخص يسأل يقول: اسأل الدكتور، أنا تعرضت لجلطة قلبية قبل 10 شهور والآن الحمد لله للعلم سويت وقتها عملية تشخيصية وتركيب دعامات في الشريان الرئيسي، فما طرح أي سؤال، فممكن هو قصد أنه نصائح أو شيء معين. أيه. طبعا بعد تركيب أي دعامة، طبعا أغلب الدعامات في السنوات الأخيرة دعامات مبطنة بدواء، هذه الدعامات تحتاج أن المريض يلتزم بعلاجين سيولة لمدة 12 شهر الأسبرين ودواء آخر ممكن يكون كلوبيدوغريل أو دواء آخر اسمه تيكاغرولور. العلاجين هذه يستمر عليها مدة 12 شهر، بعد 12 شهر مع المتابعة مع الطبيب اللي بيعالجه حيخليه غالبا على أسبرين فقط، وبالإضافة إلى أدوية الكوليسترول، أدوية المهدئة لضربات القلب، وهناك أدوية موسعة للشرايين. طبعا الأدوية الأخرى هذه حيعيش عليها تقريبا مدى الحياة. طبعا كل النصائح اللي موجهة بالنسبة للوقاية حيكمل عليها، الرياضة مثلا المشي 150 دقيقة في الأسبوع، يعني نص ساعة لمدة 5 أيام في الأسبوع، بالإضافة لحمية تقليل الدهون في الأكل، إذا كان مدخن يبتعد عن التدخين، الحياة بشكل أكثر ترتيبا. يعني مثلا بالنسبة للتغذية كذلك احنا ننصح بحوالي 5 حصص غذائية مفيدة، مثلا الزبادي قليل الدسم مثلا يعتبر حصة، حبة برتقال مثلا حصة أو حبة موز، صحن سلطة متوسط الحجم يعتبر حصتين، المكسرات غير مملحة مثلا في حجم فنجان شاهي صغير يعتبر حصة. فهذه الأشياء غذائية مهمة للمريض القلب وحتى الشخص الصحيح بالنسبة للوقاية. نعم الله يعطيك العافية دكتور، بهذه النصائح يعني نقول لك شكرا جزيلا على تواجدك وإثرائك لنا في هذه الحلقة. الله يحفظكم ويعطيكم ألف عافية وشكرا على استضافتي. الله يحفظك. الله يعطيك العافية دكتور عاطف الزهراني، استشاري أمراض القلب الكبار وتصوير القلب النووي والرنيني والمقطعي، شكرا جزيلا له على تواجده معنا وإثراءه لهذه الحلقة. أنتم كمان شكرا لكم مستمعي الكرام على استماعكم لهذه الحلقة وطرح أسئلتكم واستفساراتكم. هذه الحلقة وجميع حلقات برنامج طبابة موجودة على حسابنا على اليوتيوب، تقدر تدخل وتنشر جميع المقاطع الخاصة ببرنامج طبابة لأصدقائك وأحبابك وأي شخص مهتم بهذا الموضوع أو المواضيع الأخرى. بكرة إن شاء الله عندنا حلقة جديدة مع ضيف طبي جديد ومعلومات طبية جديدة، انتظرونا في نفس الوقت، نقول لكم في أمان الله.